المهم اخوتي جبرتوني هنايا في المطار والله العظيم 13 سنون كنستنى هاد النهار هذا اخوتي اقسم بالله 13 غادي نقول لكم انا باقي ما متيقش راسي فاميلي. السلام عليكم يا احسن فاميليا في العالم. المهم اخوتي اليوم جيت نقول لكم واحد الخبر باللي غيفرحني وفرحني وغيفرحكم حتى نتوما ان شاء الله. المهم اخوتي اليوم غنمشي لواحد البلاصه اللي غادي نقول لكم عمرني ديتكم ليله ان شاء الله هاد المره غتمشيو غتمشيو معايا ان شاء الله فاميليا وتعرفوا هاد البلاصه هادي وديك البلاصه هي انا شحال كنبغيها وشحال توحشتها وشحال بزاف بزاف اخوتي. جبرت من عندي موالد في الدار خرج دابا باسيو هنايا فين الحاوه ما فين ساكن هنايا مع ال11 غنتحرك من هنا غنمشي للمطار ان شاء الله بالبراخص وديك الساعه تشوفوني ان شاء الله فين ماشي يا فاميليا. وخليكم معنا واللي بغيت في هذا الفيديو التفاعل بزاف اخوتي راكم تما خليكم معنا يا فاميليا ان شاء الله تعرفوا كل شيء. المهم اخوتي جبرتوني شريت السيلفي قلت غادي نشري السيلفي ضروري غنشري السيلفي اليوم وشريته يا فاميليا. المهم عرفتي دابا غادي نطلع ان شاء الله مورا المغالط وغادي ان شاء الله غادي نطلع مورا المغالط ونزوم نسيب غادي يوصلني للمطار. هنايا الحلاق ديالنا واحد التيطواني بوبري في كواطا الراما الياسا هو ولد مرتي. المهم اخوتي والله العظيم حلق واعر تاتي هنايا في كواطا الراما في مدريد دراري كواطا الراما في مدريد هانتوما فين جا فاميليا كري ترانكيل بوبري كيبكي بوسكار لا فيدا كيتقبل على راسو كيما كتشوفوه ما كرهت تدعاونو والدا تتحسنو عندو كدا فاميليا. ها الماليطا كيما كتشوفوها ماليطا صغيرة صافي مشي شحال هاد 10 كيلو وعندي ماليطا في الطهري ديالي ان شاء الله غنمشيو نزلوها في الطونوبير باش غادي نمشيو لواحد البلاصة ليش غادي نقول والله ما قادر نهضر باقي مصدوم. المهم اخوتي ما عرفتش نسيب فيها عامل الطونوبير يمكن فات باركي كما كتشوفوها جبرت ان شاء الله الطريق مبارخات ان شاء الله ها هنا كما كتشوفوها في الطريق ايوا ان شاء الله نبقى نور نوصلو تما وديك الساعة تبي نشوف راه عندي مشاكل في الديكي والرويد يعني ماشي انا اللي قطعت اي تما نبغي نخرج ديك التيكن مبغاش يخرج غنمشي لعندهم قال لك يطلقو شي 60 اورو. المهم الساعة مشيتو شنو يقولو لنا ان شاء الله. المهم اخوتي جبرتوني هنايا في المطار والله العظيم 13 سنون كنستنى هاد النهار هذا اخوتي اقسم بالله 13 واش غادي نقول لكم انا باقي ما متيقش راسي يا فاميلي والله ما متيق راسي بحال اللي في شي حلمه ولا ما نعرف يعني كون فيكون اخوتي كون فيكون فاميليا هادشي اللي كاين. جبرتوني دابا غادي نمشي نخرج التيكين مش كيقولوا له من رايانير راه باقي ما خرجتوش الدنيا عامره بزاف بزاف عندي الطياره مع الواحده وخمسة وخمسين دقيقه دابا ان شاء الله غادي نمشي غادي نخرج ديتا فاميليا ما نتيقش والله ما نتيق اخوتي. المهم خليكم معنا ان شاء الله نمشيو نخرجوا دابا الطياره تقطع الاربع انا في براخص ان شاء الله في المطار براخص. شحال الفيلا اخوتي شحال الكولا على ديك رايانير علاش باش مزيانه تخرج ديك التشيكين اونلاين دابا انت كتشوف حرفت لي دابا. المهم غادي نشوف هنوم هنايا واش يبغيو يخرجوا والي الا بغاو يخرجوا والي غادي نمشي نشبر فيلا من تما داك الشيء كامل تشبر عليها الفيلا باش يعطيوك واحد التيكين. دابا التيكين هذا ساوي شي 60 اورو عاود باش تخرج تخلص الطياره وتخلص 60 اورو دابا واحد الدار اللي قطع ما عرفش فهمت هذه هي المشكله دابا. المهم اخوتي يلاه خرجوا لي ديك التيكين هذاك هذيك بيك حمقوني خلص لي 30 اورو فاميلي والله عندي 30 اورو والماليطا عندنا ديك الدرهم جايه معايا والماليطا يا اخرى كنت غنجيب الماليطا قال لك محال لان كبيره على هذه فهمتي محال واش يدوزوها وجبت هذه كما كتشوفوها هي بالاخت دي بانات ميديا ديالي جديده اللي هبطتها معايا من برجيكا خليتها في مدريد فاميلي. المهم اخوتي دابا غادي نمشي ان شاء الله ندخل باش نصبر الطياره ادوندي اوه شحال انتم كتسناو هذا النهار وانايا والوالده والعالم والوالده ما قلت لها والو بوغريه تنزل تما ديك الساعه مفاجاه انا ملاح. المهم اخوتي ها هو الطنخر بني بطوطه ديريكت فاميليا بني بطوطه ان شاء الله
غرفه من دوزت الكونترول عادي، واحد التليفون هيدا مهبطوا الواليده عملوا فهاد المونتيزه فهاد الماليطه هادي قال لك جبدو هاك يجبد ديك الماليطه من هنايا ديك التليفون عندك تما بلاصه جبدتو هاك يفتحو فتحتو هاك دنسا قلت له كلار قلت له عن قلت له الرجال والواليده لا لا غنصا مع نحطو الواليد مول غطي يا ودي شتيها شتيها طاخر هاي مع الوحدة مع الوحدة 55 دقيقة هاي باقي ما طلعوش النومير ديالها شوف عندي جالة بوليسية ناسيونال اخوتي سنتر بوليسية ناسيونال نص ساعة عمري ملي كنت حيتاش خارج اوروبا فهم نورمالمون في عادي نمشي لبرجيكا ولا مالاقا ولا كدا عملنا دزنا هاد الشيء هدايا اول مره عندوز من هنا بوليسيه ناسيونال كيما كتشوفوا دابا دوزت بوليسيه ناسيونال نورمال درا لي كلشي وكذا ويا ديك ما عندي والو الحمد لله وقال لي قال لي واش شي تيطوا قلت له انا تيطوا وكذا قال لي لحقت هنا ولد طنجه قلت له سير عندي طياره في طنجه وقال لي صافي قال لي 16 شهر انا عاكم في تيطوا قال لي نتلاقى في البلاصه نقطه بالي قلت له المهم قلت له مرحبا بك يا جي اخي البوليسيه ديالنا الشريف شويه المهم فاميليا ما بقى لي والو الطيارة باقي لي شي 20 دقيقة إن شاء الله أنا باقي ما طلعوهاش في الطابلة دابا نركبو واحد ديديكاس خاي محمد ديالنا محمد ديالنا تبرجيكا أش غادي نقول لك راك أنت واعر أخويا ولا خالد وليدات وعمر بوبري يعني ما كتبناش نتلاقاو في طنجة الصراحة بوبري حرك تاعو والله يسهل عليه الله يعوضو مع محسن إن شاء الله وراك عزيز وغالي أخاوة بيس اند لوف الله يسهل عليك يا رما ما كتبش يا الخا كما كتشوفوا حنا في الطياره انتوما هنايا حنايا والله قسما بالله يا خوتي الدمعه هبطت لي بوحدها يا صاحبي وحق الله العظيم اللي هبطت لي الدمعه يا صاحبي دابا هادشي باقي في مدريد انا باقي مازلتش في طنجه هادي الدمعه هبطت لي يا صاحبي ايوا يا الحمد لله على كل حال مع اللي كيجي النهار الله يسهل على الدراري مساكن كاملين اللهم يسر لهم ويسهل لهم يا رب بفضل النهار هذا ان شاء الله زكريا جبرايا ابني بطوطة طنجة والخوة ديالي المهم اخوتي انا وصلت بخير مدخن مع راسي الحمد لله فرحان والله انت فرحان الصراحه انا فرحان اكثر من هو فرحان الله يعزك اخويا زكريا الى هذيك الدنيا هذا العام هذا ان شاء الله داخل بالخير ان شاء الله ان شاء الله يسهل على الجامع الله يسهل على الجامع مزيان بخير امين امين نشرو الكارطه يا غنمشيو انا زكريا بوري جان نمشي نخرج الكارطه باش ندخل الويفي راكم عارفين حنا بلا ويفي ما غنمشيو نمشي نخدي ويفي على التاريخ ان شاء الله عرفتني الدار عرفتني الدار ديالو نمشيو نتغدى معاه شاتا ايوا هادشي اللي كاين المهم دابا غنمشيو بعداك ندوزو نجيبو الكارطه ان شاء الله باش نخدمو ونطلعو عند واحد صاحبي في سور المعكازين نعرف سور المعكازين سور المعكازين وديك الساعه نشوفو شنو نعملو ان شاء الله باقي عارفينش يا خوتي والله باقي 11 شوف الطريق ما كنعرفش
ولا بس جمرة يا زكريا حق الله واعرة 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 واعرة. نسمت لي خيا والعالم. المهم اخوتي هذه الدار اللي شبرنا عنبات فيها اليوم والوالدة باقي ما عرفها والو ما بخبارة والو. عاد جيت انا ان شاء الله غدا عاد ربطنا عندنا شحال الضو زكريا كيفاش تطلع الضو الماء فهمتوا كما كتشوفوا العالم فواك كدا ماليطه ديالي ماليطه ديالي زكريا الديروا لي عند الطالب هنا يا حشاكم كوزينه واعره باركو كدا غنوريكم الدار اخوتي غنوريكم الدار ديال الشغل اوري لهم هادي الدوش بيت كما كتشوفوا ما شاء الله وانتم بيت كدا هنا يا بيت بيوت صغار هنا اذا فين جاو عندك شي واحد ينعاس وحنا هنا في مالاباطا مالاباطا هيك زكريا مالاباطا التراب غنوريكم معايا هانتوما كيما كتشوفوا من عين المكان واه المهم اخوتي كيما قلت لكم راني في طنجه زكريا جا مورايا ما خلانيش هنا بدك تيطون قال لك ثلاثة هنايا اليوم وصافي يا ديك وتعنقات معاه ولكن الصراحة أنا خصني نعاود في الوالدة ولكن تغدا إن شاء الله نعاود نشوفها لأن الوالدة ما خبارها والو فهمتو وهذه مدة وخصكم تعرفوا راه 13 عام اللي قلت في واحد اللقطة راه 13 عام كنت حرقت وكنرجعو من المغرب وكنت طلعت على تركيا ودابا هذي 9 سنين الطلعة الثانية يعني ما عودت المغرب ما شفت الوالدين ما شفت والو جبرتوني ان شاء الله اليوم غادي نبات هنا في طنجة جيت في الشتاء الصراحة جيت في الشتاء ودابا اش كيقولوا دابا شوية جيت نطار دوزت هدايا ودابا شي حاجة ان شاء الله غادي نخرج نورنا طنجة خوتي والله الا نور ماشي نوقش غير في الطوموبيل الجاج فيه ما كيبقاش الدراري ديالنا ماشي ساهلة والله الا مدة الحمد لله كلشي كيتسالف نمشي جهد ونبقى جهد الله الله يسهل على جميع الدراري ديالنا كاملين ان شاء الله نشوفهم غير افضل احوال امين اخويا كيجي احساس واعر ملي كتصبر وكتجي النتيجه ربي الله ما يخيب كترجع بوجهك حمار الله يسهل على الجميع الله يسهل الدراري كاملين اخوتي هادشي اللي كان اليوم ان شاء الله غادي نرتاحو هنايا غادي نخرجوا غادي نخرج باسيون زكريا يسالي شويه حيت انا طنجه عمري جيت لا غير نهار اللي كنت ماشي لتركيا ركبت في المطار عمري جيت لطنجه اخوتي ما نكذبش عليك طلعت صغيره بات كدا عمري جيت لطنجه واعره واعره الله يسهل واعره وان شاء الله اخوتي المهم في هذا الفيديو ان شاء الله غدا واحد وصلني بومري تطوان نعاود نشوف الوالده يعني اقسم بالله ملي وصلت لطنجه الدموع عطولي بوحدو وحق الله العظيم غير دخلنا في البحر هذايا باش ندخلو حق الله الدموع كيعاودو بوحدهم ما كنقولش عندي يا صاحبي ما كنقولش عندي واش انا عمري قليل فين كنبكي عمري بكيت شي حاجه الحق عاودو بوحدهم اصاحبي عاودو بوحدهم يا المهم اخوتي بيست لكم وتهلاو لصحتكم ان شاء الله نخليكم في فيديو ليماجي ان شاء الله نمشيو نشوفو فيه الوالده وبيست لكم افاميلي.